يقضي ضميري لحتى موت. ايه يا سيد حازم، شو رأيك بهالحكي اللي سمعته؟ نيرمين خانم حكت معك وشكرتك لأنك ساعدتها بالشي اللي عملته، وطبعا كملت كلامها بأنه هي يلي دفنت الجسة وضميرها رح يضل يعذبها لحتى تموت. حضرتك ساعدتها بدفن الجسة ما هيك؟ يا ربي. سيد حازم، بتمنى ما تنسى اليمين يلي حلفته وقلت انك رح تحكي الحقيقة كاملة. اللي بشو ساعدتها لنيرمين؟ سيدي القاضي، الدليل يلي ضده واضح وما في عنا اي شكوك. هلا منشوف. نادي للشرطة يا ابني. اكتبي يا بنتي. الشاهد حازم تهرب من اداء الشهادة، والأدلة بتقول إنه هو اشترك بالجريمة اللي صارت، ورح ينسجن حتى تتضح الأمور وقت ما قرر الحكم بحقه. تفضل. بس انتو هيك عم تظلموني. استراحة 10 دقايق. شو عم بيصير وانت ليش ما عم تتصرف؟ خلص اهدي شوي، رح حاول افهم شو عم بيصير. اهدي شوي. نيرمين كانت انسانة كتير هادية، كل همها تنظف بيتها وتطبخ، بس فجأة حياة نيرمين كلها تتغيرت وانقلبت. صارت متهمة بجريمة قتل وعم تتحاكم. اهدي نيرمين خانم، لو سمحتي بس سؤال، انت اللي دفنت الجسم؟ يا جماعة لو سمحتوا بعدوا عن نيرمين خانم، ما رح تحكي اي شيء. من وين جبتوا هالحكي؟ لو سمحتوا هلا ماني قدراني احكي، بعدوا عن، لو سمحتوا بعدوا عن طريقنا. انتو جيرانا؟ قلنا كل شيء. نيرمين جارتنا ومستحيل تأذي اي حدا، لو سمحتوا حاجة تصوروني. مشي مشي. انا ما دخلني بالقصة. لو سمحتوا بعده. بسرعة يا بنات امشوا. ايه غدي منه شي 2 سنتي، لانه والله اذا بتفركش بعرسي من ورا الفستان بتبهدل. زبطي لي اياه، لانه بكرة العيون علي، ما بدي يصوروني وانا وقعاني على شي. بعرف حظي مو ناقصني فضيحة. حاضر. وليكي كمان شوفي لي هذا الحبل اللي ورا، لازم تشديه وتحاولي تعصري بقوة قد ما فيكي مشان بين نحيفة ويطلع جسمي مفصل تفصيل. بتعرفي لأنه رح أتصور. لازم بين رشيقة. شدلك يا بس ما رح ترتاحي أبدا. إيش وضروري يكون مرتاحة؟ مو رايحة ألعب رياضة ومو مهم عندي هالموضوع، المهم كون طالعة حلوة. ويقولوا كلهم شوفوا جسمها لا أمل. أصلا إنن أحفان 2 كيلو، بس لازمني أكتر. أوه. أمل الله يوفقك شوي وخليني اسمع الاخبار. مثل ما بدك. في ارض من الانشاءات القريبه من شارع الزهور، كان المتهم الوحيد بالجريمه المدعوه نيرمين ساشكين اوغلو، مؤلفه كتاب الطبخ الشهير، وكان المهندس حازم كونكور شاهدا، وبقرار من القاضي اوقف في السجن. دقيقه، ام غاليه ماجده قالت اسم حازم مو؟ ايه والله هيك قالت. انا شو بدي اعمل هلا؟ تفو نيرمين المجرمة، هي اللي روحت لي العريس من ايدي. لسا ما لحقت افرح ويصير جوزي. حازم انا بالزور حتى اخذت اذن لاقدر اشوفك بعد المحكمة. النائب العام كتير صعب، لازم نتفق ويكون كلامنا واحد، ولازم نكون واثقين من حالنا. ماشي؟ لهيك اسمع منيح شو بدي اقلك. تفضل قول. بالشهادة الثانية بدك تقول الجسة يلي دفنتوها هي جسة قطة. ايه مثل ما عم اقلك، بتقول هداك اليوم نيرمين خانم ضربت قطة بسيارتها، وانت لانك رجل حساس وانساني كتير قبلت انك تساعدها، ولهيك انتو دفنتوا القطه سوا. برايك هالقصه رح تساعدنا؟ ما عم يرد علي، اكيد قبضوا عليه، اخذوا قبل ما اوصل لغايتي. يا الله ليش هيك؟ حرمتني من يوم فرحي وحطيت الكلبشات في ايده، ليش هيك انا حظي دائما؟ يا انسه لبقى تتحركي، ما عم بقدر اشتغل شغلي. تركي تركي، شو بك؟ انا بشو هي بشو؟ عامل لك اخذوا للزلمه راح العريس وانت اكلتي لي هم هالفستان؟ مو معقول هالناس شو غبيه يا امال. بنتي لا تصدقي كل شيء بيطلع على التلفزيون، يمكن صايره معه قصه واستشبهوا فيه للرجال، اكيد ما راح يحطوه بالسجن بلا سبب. ما بيحطوه ما هيك. جمال بيك صار جاهز اللي طلبته مني. وشو هو؟ حضرتك طلبت مني أعمل بحث عن شخص اسمه خليل يلديرم. صحيح. اكتشفت إنه هو نفسه خليل كندمير، بس ما بتقدر تتخيل كان زوج مين وشو القصة. جمال بيك. نيرمين ساشكين أغلو، الجلسة بدت. شو جاهزين؟ تفضلوا. تفضلي.
والله المحامي ما نو قليل ابدا. اي والله خلاني احفظ شو بدي اقول مع انه ما فهمت ولا كلمه من يلي قلته، بس حسيت انه الحكي كان كتير مهم مؤثر بالمحكمه. بامانه قليل والله فهمان. معك حق، والقاضي كانه صدقه. وانا هيك حسيت. يعني ليش لحتى ما يصدق؟ بعدين المحامي هي شغلته، لكن مشان شو عم ندفع له؟ مشان نرمين ما تنحبس اجباري، يعني ما فينا نرفض له طلب. بلا ما نحكي بنص الطريق. مزبوط، خلينا نغير السيره. يا بنات اذا ضلينا مسكرين ايدينا بيروح الحظ. فرحتم والله اليوم توترنا كثير. اي عن جد. اي والله مزبوط. تأخرت عليكي لبين ما تأكدت أنه ما في أي حدا رح يسمع حديثنا. ممكن تعطيني فكرة عن المعلومات الموجودة بهالإطبارة؟ أي معلومات؟ لا تحاولي تكذبي روشان رفيتك، كنت بتعرفي أنه صاحب الجثة هو جوزها القديم وما خبرتيني، ما هيك؟ وبما أني المحامي تبعك المفروض ما تخبي عني هيك قصة. أنا ما بعرف شو، صدقني شو بيعرفني؟ هلأ سمعت منك. إذا بتريدي لا تخبي عني، إذا السكرتيرة فوراً عرفت الحقيقة فالشرطة قديش بدها وقت يعني؟ ليكي لازم أعرف كل القصة منك قبل ما يطلع من إيدينا الموضوع. أصحك لو سمحت لا تحكي شي لحدا ولا حتى بالجلسة، هذا الموضوع لازم يضل سر. بس أنا بظن أني طلبت منك ما تخبي عني أي شي. لسه في شي تاني أنا ما بعرفه؟ ها؟ حازم ساعدك بدفن الجثة صح كلامي؟ بسكوتك هاد ما رح أقدر ساعدك بأي شيء، ورح تعرف الشرطة بالقصة. روشان ما لها علاقة بالموضوع، لو سمحت لا تدخل أعز رفقاتي بالقصة، هي كانت ضحية مو ذنبها اللي صار. أنا بدي أتحمل هاي القضية، لو سمحت سكر على الموضوع لو سمحت. بابا أنا جوعانة كتير. بابا أنا جعت وبدي توست. أنا كمان بدي توست. انتوا اليوم تعبتوني كتير يا بنات، تحملوا شوي ما رح يصير عليكم شي لتجي امكم. حياتي كيف عمتك؟ كأنه تأخرتي كتير. أنا بعرف إنه زيارة المريض بتكون قصيرة. عمتي؟ يعني عمتي منيحة، بس انجبرت ابقى شوي عندها لأنه كانت نايمة وإذا فاقت وما شافتني ما بتصدق إني كنت عندها ولازم سايرها بهيك عمر. حياتي البنات طول الوقت عم بينقوا ما ريحوني، وهلأ إجا على بالهم ياكلوا توست. لو سمحتي روحي ساوي لهم. طبعا اكيد بغير ثيابي برجع فورا. وانا رح ساوي فنجان قهوه لانه نشف حلقي. نوافيكم باهم التطورات بما يتعلق بحادثه الجثه التي وجدت في موقع الانشاءات، والمتهمه الوحيده بالجريمه نيرمين ساشكين اوغلو. يا جماعه لو سمحتوا بعدوا عن نيرمين خانوم، ما رح تحكي اي شيء. شو 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 كانت عم تقول؟ المتهمه بالقتل نيرمين ساشكين اوغلو ما هيك؟ لا لا مو هيك، كتاب نيرمين عم ينزل بدور النشر وعم يحكوا عنه هون بالتلفزيون. هاتي من ايدك لشوف. البصمات التي وجدت على الجثة تبين أنها للمتهمة نيرمين ساشكين أوغلو، وصرح مصدر من قسم الجنائيات بوجود أدلة أخرى. آخ يا حبيبي أنت، آخ يا عمري. كل يوم عم يمرق بدونك عم بشتاق لك كتير، ما عم بقدر أتخلى ولا عن قطعة من أواعيك. أصلاً لو أنت كنت موجود كنت قلتلي ياسمين ما رح ألبس هالأواعي، صاروا قديمين، أعطيهم لحدا محتاج. حرام عمري اشتقت لك. ماما حبيبتي. اي بنتي. كنت مقدمة طلب لجامعة بأنقرة لأعمل ماجستير وأخذ الشهادة. اي بعتولي الرد بإيميل اليوم وقبلوني ورح بلش بشهر أيلول. عن جد عم تحكي؟ يا عمري فرحتيني كتير، بس ما بعرف شو عم حس، مشاعري مخربطة، ما بعرف ليش عم ببكي من الفرح ولا من الحزن. لو كان غسان كان فرح لك كتير. أعطيني هالجنزات من الأخزانة، بدي أعطي كل أواعي للمحتاجين. طيب. يا عمري أنت آخ يا روحي، كل أواعيك مرتبين ونضاف مثلها. ليكي ماما. أي في صندوق محطوط هون. وين يعني؟ هاتي لشوف. معقول يكون في ورق بخصو غسان؟ ليه؟ طلع مقفول؟ بالله مقفول؟ ايه في هون مفاتيح صغار رح جربهم عليه. ها ليكن، لا تخافي حبيبتي بيكون حاطت فيها ورق. يمكن ما عم يفتح. بالله جد؟ ومخبي المفاتيح كمان معناها في شي مهم كان مخبي عنك عمو غسان.
ديما عيب شو عم تقولي؟ ما بصير تتهمي المرحوم بهيك كلام. عمك غسان بتعرفي قديش كان إنسان نظيف وصادق. لا ماما لا تفهميني غلط، أكيد عمو غسان كان هيك، بس بالنهاية بالنهاية كل إنسان عنده شي مخبى وما بيقدر يحكي حتى لأقرب الناس. بلجت؟ طبعا ماما، وهذا الشي كتير طبيعي. شو رأيك أخده حاول افتحه بشي طريقة، وبس يفتح وعد أني فرجيكي شو في بقلبه. ماشي؟ طيب حبيبتي. تمام أستاذ رضا، بترجحك أنت قاضي قديم وعندك معارف كتير، أحكي مع حدا بتعرفه يخليني أشوف خطيبي بس لو ساعة واحدة. يلا ناطرة خبر منك. نيرمين وليه؟ أنت شو عملتي؟ ليش لتعملي فيني هيك وتخربي كل شي علينا؟ أمل صدقيني أنا بعتذر منك كتير. معقول شو عم تقولي؟ مجرمة تقتلي وبتعيشي حياتك وبعدين بتتهمي عريسي البريبة عملتك، ما هيك؟ فهمي أنا ما قتلت حدا. بالله شو؟ لكان مين القاتل لكون أنا؟ ما جربتي تفكري برفيقتك؟ اليوم عملت بروبة لفستان العرس وبعد 11 يوم رح يكون عرسي، وبسببك هلأ خطيبي بالسجن وصار قاتل. بعتذر منك أمل، ما عندي شي أحكي أبداً. الأفضل ما تحكي، لا تحكي شي معي أبداً، بس إذا حازم ما طلع من السجن قبل العرس صدقيني يا نيرمين ما رح أسكت لك وبتشوفي. عمر إن شاء الله ألف مبروك. شكراً. أنت عن جد محظوظ. هيك قلتك؟ كندا مكان كتير ظريف والله، وأنا كمان هيك بسمع. وسمعت رح تقبض بالدولار؟ عن جد؟ أنا ما كنت بعرف هذا الشيء. رح نشتاق لك كتير، موفق إن شاء شكراً. الله. شكراً كتير. إيه شو بلشت تودع رفقاتك؟ إيه والله يا عدنان بيك الله يوفقك. يلا وكمان رفيف بعد ما تروح بترتاح. كيف يعني؟ ما فهمت. قصدي بترجع بنت عزبة حلوة وفهمانة، وبغيابك بتاخد راحتها وبترتبط بحدا. كيف بتسمح لحالك تحكي هيك؟ أنا عم بحكي الحقيقة، حتى هي اعترفت لي انه في حدا جديد بحياتها. ما شاء الله عنا ما ضيعت وقتها بنوب. ولك انت شو عم تحكي؟ يا عمر استنى شو عم تحكي؟ اهدى شوي. اتركوني بعد. اهدى عمر. عدنان بيك انت مين عم تضربني؟ عدنان بيك اهدى بعد. خبروا الامن من اليوم ورايح ممنوع يدخل على الشركة، طالعوه. يكون قلبت الدنيا عليه. وين حاطتي بنتي؟ ليش عم تخبي الصندوق عني؟ بس فهميني شو في بقلبه. عم تكذبي علي وبدك تجننيني؟ وين حاطتي يعني ديما؟ وين حطيتي الصندوق؟ ليكي ماما ما قدرت اني افتحه، لهيك نزلت على الابو وجبت كم مفتاح لجربه، بركي بيفتح معي. جيبيه وافتحي قدامي. ماما بس انا حاجة طالعي حجج بقى. لك والله انا رح اجن من ورا هالموضوع. غسان كان أكيد مخبي عني شي وأنا بدي أعرفه فوراً، مفهوم؟ خلص ماما أنا عملت هيك مشان ما تزعلي. تعالي معي بالمطبخ. وليش لا تحطي بالمطبخ؟ ليكو هون ديما معقول حاطتي بالفرن؟ بركي شغلت الفرن مشان الفروج والصندوق بقلبه بيحترق. هلأ بدك تعملي فروج؟ هلأ ماني حابة ناقشك أبداً لبعدين. هاتي خدي. ما عم يفتح بنوب، مقفول القفل، ما عم يفتح بنوب. ماما لا تضربي هيك، هلأ بتكسري. غسان ترك لي هالصندوق، ما رح أكسره، بس بدي أكسر القفل. في عنا هون مفك أو شاكوش. ماما أصحك تجرحي إيدك. لا تخافي بعرف أتصرف، بعدي وتفرجي كيف رح أكسر القفل. يلا ماما استني شوي. هي مو أول مرة ديري بالك القفل. ايه. على مهلك استني شوي. ها فتح، بسم الله. ماما رح شوف شو في بقلبه، بركي فيه شي بيزعلك. ديما ماما ما رح خليك تشوفي هلا. الصندوق بسرعه هاتي. ديما افتحي الباب لشوف. ليكي هذا الصندوق الي مو لك. بزعل منك عن جد ديما، ما بسامحك. ديما لا تخليني اكسر الباب. يلا افتحي لحالك، عيب عليك تشوفي الصندوق بدوني. بعدين انت شو دخلك فيني؟ هذا تركه غسان لالي. ديما خلص ماما رح افتح لك الباب. شوفي بالصندوق. مرة تانية وأولاد وعيلة غيرنا، ما هيك؟ توقعت يصير هيك أصلاً، هو كان يلمح لي دائما. ماما خلص فيك تروحي تشوفي.
اللحظات اللي قضيتها أنا وياسمين سوا بالبستان كانت من أحلى لحظات حياتي. أميرتي حياتي. طلع حلوة كتير، حطي هاي كمان. لا خلينا نبصر لك فيها، بعرف طريقة علمية. علمية طبعاً. ركز معي، بحبني ما بحبني، بحبني ما بحبني، بحبني ما بحبني، بحبني ما بحبني، بحبني. طلعت ما بتحبني؟ بصير حبيبتي هيك؟ طلع شكله بصير، ما شفت بعيونك. طيب ما انت بتعرفي انه انا بموت فيكي ياسمي. وانا كمان بموت فيك، بحبك. وانا ما فيني اعيش بدونك. خلص ماما خلص اهدي. عمر ما عم بفهم انت كيف بتضرب المدير بهي الطريقة. الضرب قليل عليه، اصلا من زمان مضايقني، واحد وسخ. كل واحد بتتضايق منه بتقوم بتضربه؟ اللي شو هو السبب؟ شو صاير بيناتكم؟ عصبت وما قدرت اتحمل ام ضربته. خلص لا بقى تضغطي علي رشا. ليكون السبب انك مسافر على كندا؟ لا، ضايقني كلامه اللي حكاه عن رفيف. رفيف لكان عمر لساتك لهلأ بتحبه؟ رشا بصراحة رفيف بالنسبة لإني زوجتك من 23 سنة وبتكون أم ولادك، حفظته لهالسيناريو. جاوبني على سؤالي، أنت لساتك بتحبها لهلأ؟ بحبها. طيب أنا شو فهمني؟ كنت سلايتك لبين ما تتصالح أنت ومرتك وترجع له؟ رشا أنت عن جد مهمة كتير بالنسبة لإلي. ليك كنتي معي بأصعب ظروف حياتي، وبعرف إنك شاركتيني بهمومي وكل مشاكلي. عن جد أنت غالية كتير علي. لو إني هيك ما بتكسر لي قلبي. عمر فهم أنا كتير حبيتك، بس أنت عقلك وقلبك مع رفيف. خلصنا عمر، كل شي بيناتنا اعتبره انتهى. هذا الضو من زمان ما شعلناه، يمكن اللمبة احترقت. ولا يهمك، هلا بحل لك القصة. شو دخلت؟ العمى، شو صار لك؟ والله ما بعرف، بس راسي فتح. ايه طيب وقف شوي، بس دقيقة، اهدى وخلينا نقعد جوا، هلا بشربك كاسة مي وبتصحى. شكرا لك يا أختي. فوت، فوت على مهلك يلا. رفيف؟ بابا امشي خلينا نطلع على البيت، خليني فرجيك تيابي تبع المسرحية. حبيبة قلبي أنا آسف، عندي اجتماع مهم كتير وما بقدر أتأخر، بعدين بشوف تيابك. ماشي؟ أوكي. يعني مشان اجي لهون وشوف حضرتك ما تركت حدا ما حكيت معه تليفون ودخلت قرايبيني بالقصة لأخذ إذن. فهمني شو عملت حازم. هلأ ما فيني احكي يا أمل، بس بوعدك لأطلع بفهمك كل شي. وكيف رح أقدر استنى؟ لازم أعرف شو عم يصير. بعد كم يوم عرسنا أنا وياك وإنت بجزء ضلك بالسجن، بقى معقول شوفك محبوس وضلني ساكتة؟ رح أطلع أمل، وإذا بدك كمان حتى نيرمين ما رح يقدروا يحبسوها، لأنهم بيعرفوا إنه بالليلة يلي صارت فيها الجريمة نيرمين كانت معكن على العشاء وما تركتكن بنوب. مزبوط؟ كيف؟
ليش ليلتها صارت الجريمة يعني؟ إيه هذا يلي عرفته. القصة مو من زمان، أنا ليلتها رحت وتعشيت معهم وتقلت بالأكل ورجعت على بيتي بكير وتركتهم، بس طلعت من الشباك ونيرمين كانت نازلة وحاملة كريك بإيدها وإيديها كلها طين. صدقني لا تحكي هون. انتهت الزيارة يا خانو. آه لو سمحت في شي مهم، بس خمس دقايق كمان. هدوا لحازم فورا. ما رح يصير شي، لا تخافي يا روحي، ومثل ما قلت لك رح أطلع من هون. لازم تحكي يا خانو كل شي شفتي قدام القاضي. وليش لحتى أحكي يعني؟ أنا ما فيني أحكي ولا كلمة، ما بدي أذي حازم أو رفقاتي، بقى ما فيك تاخد مني ولا حرف ورح ضلني ساكتة. لكان أنا رح أفتح تحقيق بخصوص الجثة يلي التقت بأرض مشروع خطيبك، يمكن ينام بالسجن طول عمره. شو رح تحكي ولا رح تخليه ينحبس يا خانو؟ حبيبتي رح أوصل هالشوربة لخالي ماجدة، ديري بالك على فريدة ماشي؟ أمي خالي رشا راحت. لوين راحت؟ يعني خلص راحت، سمعتها عم تقول لبابا أنت بتحبها لرفيف وما فيك تعيش بدونها، لهيك قالت له خلصت قصتنا وراحت. بالله عن جد؟ يعني سمعتي حكيت هيك؟ طيب قولي لي أبوكي شو عمل؟ حكى شي معها؟ لا هو تركت روح. آي خبرية حلوة. والله إذا هيك لك وقفي عم يرن موبايلي، مو معقول أبوكي هالتليفون. يلا ردي. عمر مرحبا رفيف، فينا نحكي شوي على انفراد فاضي؟ طبعا طبعا عمر طبعا، اليوم انا فاضيه وما عندي شيء ابدا. لك شو هذا الصوت؟ صوت؟ ما في شيء، يمكن هذا صوت التلفزيون واقفه جنبه، نجله عم تتفرج عليه. خلاص الساعه 8 بمرق لعندك. شو جاي على البيت؟ ايه ماشي، لكن المسا بشوفك. يلا باي. بدي يجي لعنا على البيت ويحكي معي بموضوع على انفراد. ايدك واخيرا برافو. ايدي ايدي. رح وصل الشوربة وارجع لك فورا. ماشي. جايتك رسالة بنتي؟ مين اللي بعتها؟ لا انا كنت كاتبتها لعمو غسان الله يرحمه، هو كان مخبية لغسان. ليش كنتوا تتراسلوا؟ أنا لما حبيت سليم ما غيره وعرفت بعدين إنه هو متزوج انصدمت كتير وقررت إني أترك الدراسة. لا تذكريني بهالقصة، ما بحب أتذكرها لأنه وقتها قضينا أيام صعبة كتير، الله لا يقدر تنعاد مرة تانية. وبهداك الوقت راح عمو غسان على أنقرة مشان يشوفني ويحكي معي. جد راح لعندك؟ ما قال لي بنوب؟ حاول يقنعني إنه ما أترك دراستي، ولما رجع لهون على البيت صرنا نتراسل على طول، ودائما كان يقول لي ليكي يا ديما لازم أنتي تخلصي جامعتك وتتخرجي، إذا مو مشانك مشان أمك تخرجي يا بنتي وخلي أمك تفتخر فيكي لأنه أمك بتستحق هالشي. أمي أنا رح خليكي ترفعي راسك وتفتخري فيني وبوعدك كمان أني خلص جامعتي. خلص لا تبكي. وكمان هيك كان عمو غسان يتمنى. وأنا رح كون جنبك لا تزعلي، فكرت بالموضوع ورح ننقل على أنقرة وهيك منضل جنب بعض أنا وأنتي وجلال، منروح وأنا بلاقي شغل هنيك وأنتي بتروحي على الجامعة وبتخلصي دراستك وبعدين بيجي دورك تصرفي على أمك وأخوكي. شو يعني؟ بهالبساطة بدك تتركي رفقاتك وجيران؟ حبيبتي أنا عندي ياكي أغلى من الدنيا كلها، وبعدين جلال لازم يربى بالمدينة اللي ربي فيها أبوه. كتير حلو اللون. نيرمين حكت مع المحامي اليوم، هو عرف منه أنه خليل بيكون جوزي القديم ووعد أنه ما يجي بسيرة. إن شاء الله يقدر ينفذ وعده. إن شاء الله، بس بتعرفي أنا خايفة من هالموضوع، حاسة أنه هالمصيبة رح تكبر وبجوز ما تمرق بنوب. خلص روشان لا
تفكري بهالطريقة، الله يوفقك تفائلي شوي، يعني لازم ما تتشائمي وبكرة بتشوفي كيف القصة بتنحل لحالها وبنرجع لحياتنا الحلوة الهادية. وصل هذا عمر، كيف طالعة؟ حلوة كتير. يعني رح نرجع؟ ايه رح ترجع، يلا يلا روحي. أهلين عمر، أهلا وسهلا. أهلين فيكي. تفضل لجوا. ما في داعي، هون منيح. شو كأنك طالعة؟ لا يعني آسف على السؤال، لأنه أنتي مرة حلوة كتير وحقك تشوفي حياتك. عمر ما لي طالعة، تفضل فوت. لا ما بدي، بس أنا أجيت لهون لخبرك أنه بكرة رح أقدم الأوراق للمحكمة. قلت لحالي صار لازم نكمل إجراءات الطلاق ونخلص. شو؟ أنا وياكي ما لازم نضل على هذا الوضع، يعني لازم نحط حد لهي القصة وننهيها بسرعة. وإجيت مشان قلك هذا الحكي بوشك وروح. يلا بخاطرك. رفيف ليش واقفة؟ يلا بسرعة روحي وراه. لا لك رفيف كبري عقلك. أنا هلأ فهمت كل شي عم بيصير. المشكلة اللي بيني وبين عمر ما لها علاقة برشا، أنا السبب. عمر خلص ما عاد بده يكون جوزي. روشان روشان شو هاد؟ شو؟ خلص اسكت، هلا بتفيق الخالة. ما روشان انت بدك تروحي وتسلمي حالك وانا بدك يعني اقعد بالبيت واتفرج عليكي، هيك بدك يعني؟ لا مو على كيفك، انا بروح وبتحاسب على عملتي وبنسجن. شو كاتبتي لي رسالة وداع ورايحة؟ لو اي حبيبي اسمعني، المحامي عرف انه خليل بيكون زوجي السابق ماشي، واذا نيرمين تورطت بالقصة بدي شيل التهمة عنا، ما في حل تاني. لهيك كتبت هاي رسالة مشان تدير بالك على البنات. ما رح يصير هيك شي روشان، عم تفهمي؟ بدي روح اعترف بكل شي وانتي رح تربي البنات مو انا يا خانو. حبيبي لؤي اسمع، انا القاضي ممكن يشفق علي لما بحكي له على اللي عمله فيني خليل، بحكي له قديش عذبني وبجوز يخفف حكمي، بس انت ما بيعاملك هيك. لك شبكي انتي روشان، شبكي جنيتي؟ لؤي فهم علي حبيبي، انت من طول عمرك عم تحميني مزبوط، شو بصير يعني اذا شي مرة انا حميتك؟ وبعدين رح قول للقاضي خليل فات على البيت بالزور وتهجم علي وحاول يعتدي علي كمان ماشي، وانا اخذت الشمعدان وضربته براسه، هذا كل شيء. روشان انت كتير نعمه، مين بيصدق انك حملتي جثه؟ مش مفكر القاضي غبي؟ مين رح يصدق حكيك هاد؟ الخوف بيعطي للانسان قوه كتير كبيره، وممكن الواحد يعمل اي شيء. صدقني الحكي فاضي مشان الله، انا لازم روح على المحكمه اليوم وبدي احكي كل شيء وسلم حالي واخلص بقى. لؤي كأني سمعت صوت جوزك. ايه صح، اجا لؤي لما شافك نايمة فورا حمل حاله وراح. مرحبا يا جماعة، جبت كل الأغراض ولقيت عسل طبيعي كمان. عمو رمضان طالما اجيت خليني اروح، اليوم نيرمين عندها محكمة ولازم نوقف جنبها، مو حلوة نتركها لحالها. طبعا طبعا فيكي تروحي بنتي. بشوفك خالي ماجدة. الله معك. مع السلامة. رمضان هات ايدك ساعدني. استني يلا لشوف. ليش بدك تقومي؟ في مكان ضروري لازم روح عليه. على مالك.
القاضي ما رح يصدق اللي حكيتي، رح يرجع يطلب حازم على المحكمة ويحقق معه، وطبعا إذا شفت القضية عم تتعقد رح أضطر أحكي للقاضي إنه الزلم اللي مات بالحادثة بيكون جوزها القديم لروشان. اصحك، لا تعمل هيك بنوب. هلأ أنت مشان تحمي رفقاتك رح تنحطي بالسجن. لو سمحتي احكي لي كل شي صار لحتى أقدر ساعدك، وإلا رح تندمي. ما بقدر أحكي، رفقاتي ما رح أتركهم، بدي روح. نيرمين، أنا ما رح أتحمل شوفك عم تنظلمي. فهمي، أنا ما فيني أسكت أبداً، لأنه أنت مانك زبونة عادية، لك أنت. لؤي هو اللي قتله، بس بترجاك لا تحكي، الله يوفقك. ما حدا بيعرف بالقصة، اتورط وقتله للزلمة. لو سمحت لا تحكي لحدا. خليني أمر قبلك. تفضلي حياتي. تفضل وقف. لعمى شو هاد؟ والله أنت بدك تقلي. حبيبي، حدا بيفوت على المحكمة بسكين، كيف بتعمل هيك لؤي؟ روشان، بحبك كتير يا روحي. تفضل معنا من هون. تفضل معنا. مزبوط، حكيت معي نيرمين على التليفون، وقصة الجثة اللي كانت عم تحكي عنها هي جثة قطة دعستها على الطريق، وزعلت عليها كتير وما حبت تترك القطة بالشارع وتروح. وبهداك اليوم اتصلت فيني نيرمين، وأنا رحت ساعدتها ودفناها سوا. طيب هات احكي لي لشوف، وين دفنتوها؟ بالجنينة عندي، هذا اللي بتذكره. غريب، نيرمين خانم قالت إنه دفنتوها عندها بالجنينة. شو هالتخبيص كله؟ نيرمين خانم ما دخل بالموضوع، وأنا ما بدي أحكي أكتر من هيك، بس لازم تعرفوا إنه هي ما دخل بنوب، وهي شهادتي. بعد إذنك سيادة القاضي، بدي أطلب شاهد جديد. طالعوا السيد حازم لبرا وفهموا إنه ما بصير يكذب بشهادته بالمحكمة لأنه تحت القسم. اهدي. شو بده يصير هلا؟ اهدي. أمل صويلو، أمل صويلو مطلوبة للشهادة. هي شو جابة على المحكمة هلأ؟ نحن ناقصنا؟ تفضلي من هون. أقوالك بالمحكمة لازم تكون كلها مزبوطة، بتعرفي هالموضوع ما هيك؟ وإذا كذبتي راح تكوني متهمة. احكي لنا شو صار ليلة الجريمة لو سمحتي. تمام. هديك الليلة كنا سهرانين عند نيرمين بالبيت وعم نتعشى سوا، وبعدين نيرمين لما حرقت الأكلة اللي طبختها كلياتنا انجبرنا نروح لعند روشان لناكل نتعشى يعني. وليلتها أنا أكلت كتير وصارت معدتي توجعني يعني، وقلت لهم أنا صار لازم روح، ورجعت على بيتي فورا. وبعدين ما أجاني نوم، ومشان هيك صرت أتفرج على الحارة من شباك البيت. شفت نيرمين وقتها حاملة كريك بإيدها وراكبة، وبعدين شفتها لما رجعت على بيتها كلها طيان وموسخة يعني يمكن من الحفر وبس. ما عندي أي سؤال تاني للشاهدة. طيب هي شو جابها لهون؟ يخرب بيتها، أجت تلف حبل المشنقة على رقبة نيرمين. رحنا فيها. سيدي القاضي لو سمحت، الرجال يلي انقتل بيكون جوز روشان، وهي الوراء دليل. جمال بيك. بعد إذنك بطلب منا تطلع على كرسي الشهادة فورا. سيد القاضي، روشان ما لها علاقة بنوب بهذا الموضوع. نيرمين، كيف بتعمل هيك يا مجنونة؟ اهدي نيرمين، تعالي استراحة عشر دقايق، خلينا نطلع. معلش افتح الباب. بالله يلا افتح لنا الباب إذا بتريد. امشوا. حبيبتي طولي بالك واهدي. وقفي شوي، لازم تهدي نيرمين. خلي هون وارتاحي. يلا عادي وكل شي رح يتصلح.
خليكي جنب نيرمين ما بطول. تعي لشوف لوين عم تروحي؟ لك انتي مالك خجلانة من حالك تبعتي رفيقتك عالسجن؟ تفو يا جماعة، أنا انجبرت أعمل هيك، يعني سامحوني والله مو بإيدي. لك كيف نسامحك؟ أنتي بإيدك عم تبعتي نيرمين عالسجن. شو بكون؟ ليش ما هنكون عم تفهموا؟ عم قلكن مو بإيدي، والله أني انجبرت، شو بدي ساوي؟ لو ما حكيت هيك قدام القاضي رح يحطوا حازم بالحبس. بدكن شوف يلي بحبه عم ينحبس قدامي وضل ساكتة؟ نحطت بموقف لازم كون جنبه. لك أنتي ما بتستحي منوبه ليه؟ بعدين لا تعملي حالك بريئة، أصلا وحدة مثلك ما بتحب لأنه ما عندها قلب. عم قلك انجبرت، ليش ما هيك عم تفهمي؟ وحدة مجنونة، شو بدنا نعمل هلا؟ خلص بكفي لهون وبس يا بنات، أنا رح ريحكن ورح أتحمل كل المسؤولية. لا ما رح خليكي تتورطي. فكروا معي شوي شو نعمل. حاولنا نطلعك من القصة وما مشي الحال، وأنتي عملتي كل شي بتقدري عليه نيرمين وما انحلت، وهلأ إجي دوري. مكتوب عجبيني انحبس. ديروا بالكن على بناتي ماشي، وخليكن جنب لؤي لا تتركوه لحاله. يا ربي ليش هيك صار فينا؟ والله ما عم صدق. انت ما وعدتني ما تحكي شي، ليش لتدخل روشان بالقصة؟ كنت مجبورني. لا مانك مجبور، ومن هلأ مانك المحامي تبعي، واصحك تاني مرة شوف وشك. المحاكمة بلشت، تفضلوا. فوتوا فوتوا يلا قوم بسرعة. يلا يعطيك العافية ابني. لا تواخذني، أنت المحامي اللي وكلته نيرمين؟ إيه نعم. أنا بعرف كل القصة. ليك انسى كل شي حكيته أمل، لأنه كذب، لا تصدقها ولا بحرف، هي وحدة كذابة. أنا بعرف حقيقة الموضوع، بعرف صدقني. وأنت شو بتعرفي؟ رح أحكي كل شي للقاضي، بس بترجاك اطلبني كشاهدي لجوا. ايه سيدي القاضي، خليل يلي معروف باسم خليل كندمير هو خليل للدرم وبيكون جوزي القديم. الزلمة كان بيشتغل بتجارة المخدرات وما كان يحترم حدا، وكان عطول يضربني ويهيني، وبعدين أنا خسرت أختي الوحيدة بسببه، توفت بعز شبابها. وقبل شي 6 سنين تقريبا وصلني خبر أنه مات بخناقة مع رفقاته، وبصراحة أنا فرحت من قلبي، بس طلع مانو ميت، وبعدين طلع قدامي فجأة و... لك ما بيصير تفوتي هيك يا خانم، ما بيصير. سيدي القاضي، سيدي القاضي أنا آسف. شو بتفكري حالك فايتي على المطعم؟ هون محكمة يا خانم، لازم تحترميها. أنا جيت مشان فهمك القصة الحقيقية. سيدي أنا ساكنة بشارع الزهور وصار لي 35 سنة. وهالبنات جيراني وأعز من ولادي. أنا ما عندي ولاد أبدا، بس هدول مثل بناتي، كمان عشت معهم وربيت لهم ولادهم، وهنن كانوا كمان يوقفوا جنبي ويساعدوني. يعني نحنا تقريبا عيلة واحدة، وطول الوقت منكون مع بعض، وطبعا عشنا أيام حلوة وأيام مو حلوة بنو. لو سمحتي أنا ما دخلني بهالحكي، لبرا الله يرضى عليك. سيدي بعد ما شفت خليل جوزة لروشان القديم خوفني، لأنه كان عم بيراقبها، ونيرمين كانت عاملة عزيمة عندها بالبيت، وهو كان واقف عم بيراقب بيت روشان وكان ناوي يقتلها. فقمت أنا مسكت الشمعدان وطلعت فورا، مشيت لعنده بدون ما يحس وضربته على راسه. يعني هالوسخ أنا اللي قتلته. أنا هاجي حكي فاضي، كيف واحدة ختيارة مثلك بتقتل رجل وبتحمله على الغابة وبتدفنه لحالة؟ الخوف يا سيادة النائب بيعطي للإنسان قوة كبيرة. ممكن الواحد يعمل أي شيء، صدقني. صح، الخالة ماجدة كانت مثل أمنا، ونحن مو بس جيران،
كنا كلياتنا عيلة واحدة وجنب بعض وما في شي بيفرقنا.